الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، ونشهد أن محمدًا عبد الله وخليله ورسوله أرسله رحمة للعالمين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده، صلوات الله وسلامه عليه ورضوانه جل وعلا على صحابة محمد، أولئك القوم الذين آمنوا به وهاجروا معه وإليه وجاهدوا معه وبعده، وحملوا الملة الحنيفية فبلغوها إلى الناس بعد وفاة أيضا نبيهم صلى الله عليه وسلم. فاللهم ارض عنهم واجعلنا من محبيهم المحسنين الاقتداء بهم يا أرحم الراحمين. وبعد، فكان سعيد بن جبير في مجموعة من أصحابه وهو تلميذ ابن عباس، فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقال رجل: أنا. ثم قال الرجل: أما إني لم أكن في صلاة، ولكني لدغت فارتقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قال: حديث حدثناه الشعبي عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. فقال سعيد: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولكن حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الأمم، يعني في المنام، فرأيت الرج النبي ومعه الرهط أو الرهيط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، يعني بعث النبي ومات ما آمن به أحد، فرأيت سوادا عظيما سد الأفق فظننت أنهم أمتي. فقيل: هذه أمة موسى عليه السلام. ثم قيل: انظر. فنظرت للأفق إلى سواد عظيم سد الأفق، فقيل: انظر. فنظرت ثانية جهة أخرى، فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه لما أخبرهم بما رأى وما قيل له عن 70,000، فتحدث الصحابة رضي الله عنهم فيما بينهم: من هؤلاء 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب؟ فأحد قال: يمكن أنهم الذين صاحبوا النبي. ثم قال أحد: لا، نحن أشركنا، يعني في الجاهلية، لعلهم الذين ولدوا في الإسلام. فصاروا يتحدثون فيما بينهم: من هؤلاء 70؟ ثم رجع النبي إليهم وقال: فيما تتحدثون؟ فأخبروه أنهم يتحدثون في أمر 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقال: هم الذين لا يسترقون، يعني لا يطلبون من أحد أي رقية يعالجون بها، هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن الأسدي من بني أسد وقال: أنا منهم يا رسول الله. قال: نعم، أنت منهم. فقام رجل آخر فقال: ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: سبقك بها عكاشة. هؤلاء 70,000 لا يحاسبون محاسبة، وإنما هم من السابقين إلى الجنة. ما الذي ميزهم؟ ميزهم صدق التوكل على الله بكل شيء، ولا يطلبون من رقية من أحد أن يرقيهم، ولا علاجا من أي شيء، لا يختوون ولا يتطيرون، لا يتشاءمون بأمر من الأمور ويخشون أنه مضر، بل متوكلون على الله
وجازمون أن ما قدره الله وقضاه سوف يكون، كما قال النبي لابن عباس: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك. هذا الحديث الكريم الصحيح المخرج في الصحيحين وغيرهما فيه أمور كثيرة، منها أثر التوكل الصادق على الله، لأن الإنسان لا حرج عليه أن يطلب رقية من أحد، ولا حرج عليه أن يستعمل علاجا، فقد قال النبي: تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام. وقال: من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه. ما نهاهم عن الرقية، لكنه بيّن أن طلب الرقية ليس من الكمال، من كمال التوحيد، من كمال إخلاص العمل لوجه الله. فقال: إنهم هم الذين لا يسترقون، لا يطلبون من أحد الرقية ولو كانت جائزة، ولا يكتوون. والنبي أخبر أن الكي من أنواع العلاج، وقال: إن كان الشفاء في شيء ففي كية نار أو شرطة محجم أو شربة عسل. هذه الأمور الثلاث كلها فيها شفاء من بعض الأمراض، إذا كان الله جل وعلا قد قضى الشفاء. وقد مرت الإشارة أن النبي قال: ما نزل داء إلا وأنزل الله له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. هذا الحديث العظيم الذي فيه الإشارة إلى 70,000 الذين يدخلون الجنة في غير حساب ولا عذاب، وفي بعض الروايات التي ليست في الصحيح أن مع كل واحد منهم أيضا يدخل معه 70,000. لا شك أن العدد كثير، ولكن الخلق كثير من بني آدم، وما مر من العصور والسنون والقرون، والله أعلم. فالذي بيّن أن الذين يدخلون بلا حساب هم الذين يصدق توكلهم. إذا أحس الإنسان بشيء علم أن هذا قد قضاه الله، وإن كان الله قد قضى شفاء من سوف يكون، لا يكلفون أنفسهم، مع أن الشفاء العلاج مباح جائز، إلا أن تركه لمن كان قويا التوكل على الله يكون أتم. ولذلك لما قيل لأبي بكر الصديق: هل رأك الطبيب في مرضه؟ قال: نعم. قالوا: ماذا قال؟ قال إنه يقول: إني فعال لما أريد، يقصد برؤية الله له. ثم إن الإنسان ينبغي أيضا أن يعتبر أكمل الناس بعد أكمل الناس هم الأنبياء والرسل، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعضهم أنهم رآهم ولم يستجيب له أحد. وإذا قرأنا ما ذكر الله عن نوح عليه السلام، وأنه جلس دعا قومه 1,000 سنة إلا 50 عاما، وقال الله عنه: وما آمن معه إلا قليل. فالإنسان إذا قام بالدعوة والإرشاد والنصح لا يتبرم إذا لم يستجب له، بل يحتسب وليستذكر أن بعض الأنبياء ما آمن به أحد، وأن بعض الأنبياء إنما تبعه الرجل والرجلان، وأن بعض الأنبياء إنما تبعه الرهط، والرهط هم العدد دون 10، يعني ما بين 10، 9، 8 إلى آخره. والنبي ذكر أحد الأنبياء، جادله قومه فضربوه حتى أدموه سالة دم منه، فما كان من ذلك النبي سلام الله عليه إلا أن جعل يمسح الدم ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. فإنه من شأن الداعي
وكذلك كان من شأن الرسل أنهم لا يغضبون لأنفسهم، وإنما هم يقومون بالنصح والدعوة إلى الله، يصبرون على ما يلاقيهم ويحتسبون في ذلك، ويرجون الله جل وعلا أن يثيبهم. ولهذا ينبغي للواحد أيا كان نصح وعظ أرشد أن لا يتبرم إذا لم يستجب له، وإنما يتلطف بمن يدعوهم. الله قال ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، وقال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فمن أراد أن يسعى في نفع الناس وإرشادهم فليتذرع بالصبر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أعطي ابن آدم عطاء خيرا من الصبر. إن أصابته ضر صبر وعلم أن هذا أمر قد قضاه الله، وإنما يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. وإن أصابته سر علم أن هذا فضل من الله ولطف منه وإحسان، فبادر بحمد الله جل وعلا وشكره. ثم ينظر المسلم فيما يتعلق بالحرص على هداية الآخرين إن قدر، فقد قال النبي كما مر على أسماعنا مرات، قال لعلي رضي الله عنه يوم يذهب ليفتح خيبر في الغزوة التي كانت ضد خيبر وكان سكانها اليهود، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أدعوهم كذا إلى آخره، قال واعلم أن هداية رجل واحد لك خير لك من حمر النعم. يعني إذا اهتدى على يدك شخص كان على غير هدى فأرشدته واهتدى فأنت الرابح، وربحت ربحا يفوق الأموال النفيسة عند الناس. فاجتهد أيها المسلم وتتصور هذا. لا، شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ساق هذا الحديث في كتاب التوحيد في أظن الباب الثالث أو الرابع، وعقد الباب بقوله باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. فذكر الحديث وذكر سؤال سعيد بن جبير هل أحد رأى الكوكب اللي ينقض في الليل، وقول ذاك نعم أنا رأيته أما إني لم أكن في صلاة، خاف أن يظنونه يتهجد ففر من الرياء وبين الحال ما هي، وقال أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت، لدغته يمكن عقرب ونحو ذلك أو سم أبرص أو أي شيء من الحشرات التي لدغتها تؤذي وتتعب. قال فارتقيت. فسأله سعيد ما الذي حملك على الرقية؟ قال حديث حدثناه الشعبي. قال وما حدثكم؟ حدثنا عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم آخره. فقصد أن الرقية جائزة، ما استنكر عليه سعيد بن جبير وهو من أبرز التلاميذ ابن عباس رضي الله عنهما، وإنما ساق في المقام الحديث الذي حدثهم به ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليأخذ الواحد عبرة إذا أراد أن يصبر، لعله أن يفوز بأن يكون من الداخلين في الجنة بغير حساب، فليتذرع بالصبر وليتذرع بأن ما قد قضاه الله سوف يكون لا محالة. ولا يظن الواحد أنه إذا عمل الأسباب نجح، قد يعمل الأسباب ولا تنفع، فإن قضاء الله لا يغلب، وإذا نفعت فالله جل وعلا قدر أن في تلك الأسباب نجاحا. فليكن الإنسان دائما عظيم الرجاء فيما عند الله، صادق التوكل، عالما بأن ما أصابه لا يتخلف،
وعالم بأن ما فاته ومضى عنه لا يتدارك ولو بذل الأسباب. فانظر أيها المسلم هذه الأحاديث العظيمة من أقوال سيد البشر صلى الله عليه وسلم فيها تقوية للإيمان وفيها تربية على الصبر إذا أصاب الإنسان ما لا يريد أن يصيبه ولكن أصابه فلا يقول الإنسان لو أن الذي فعلت كذا وكذا ما وقع ذاك، لا، إذا وقع الأمر فاعلم أنه ما كان يمكن أن لا يقع، وإنما سلم الأمر لمن له الأمر كله جل وعلا. ثم اعتبر أيضا وتذرع بهذا الحديث وما ذكر فيه بالاستعانة في أن تبذل ما تستطيع في بيان حق وإرشاد أحد ووعظ من يكون فيه غفلة أو تكاسل أو غير ذلك. ثم اصبر أيضا واعلم أن الصبر مفتاح الفرج، كثيرا ما تكون الأمور فرجها يكون بإذن الله متفرعا وناتجا عن الصبر. فأسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يجعلنا جميعا من عباد الله الصادقين المخلصين له في العمل، وأن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يجيرنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يرزقنا بمنه وكرمه الاحتساب في العمل والحرص على إخلاص العمل لوجه الله جل وعلا، ويوفقنا لحسن الاقتداء بسيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم. فقد قال الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فهو أكمل أسوة للمؤمن في كل أموره صلى الله عليه وسلم. كما أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يجيرنا ويجير بلادنا جميعا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا ومن تحتنا، وأن يجعلنا صادقين مع الله جل وعلا مخلصين له بالعمل راغبين فيما عنده خائفين مما أعد من العقاب. كما أسأله جل وعلا بأن يعز الإسلام والمسلمين وأن يذل الشرك والمشركين وأن يدمر أعداء الدين وأن يرينا بمنه وكرمه آثار نقمته وشديد بطشه وعقوبته على المجرمين الظالمين الذين يسمون كثيرا من المسلمين سوء العذاب في الشرق والغرب، وأن يخص أيضا دولة النصيرية في الأقطار الشامية بمزيد من النكال والعذاب. إنه الجل وعلا القادر على كل شيء، كما أسأله بأسمائه وصفاته أن يرينا في من يمدون تلك الدولة النصيرية بشيء من السلاح والغارات الجوية والتدمير لبلاد الشام، أن يرينا فيهم أولئك الكفرة والصفويون أن يرينا فيهم بمنه وكرمه عجائب قدرته. وهو جل وعلا قال إن ربك لبالمرصاد، فنسأله جل وعلا أن يوقع فيهم ما يسر له كل مؤمن، كما نسأله أن يوفق كل واحد من عباد الله المؤمنين أن يخلص لله في العمل وأن يصدق بالله مع الله بالتوبة وأن يتدارك نفسه وأن يتفقد أحواله، كلما أصبح ينظر ماذا يفكر في أن يقوم به، وكلما أمسى ينظر ما هي الأعمال التي ارتكبها أو اجترحها أو سواها يرجو ثوابها، فما كان من خير فليحمد الله فهو الموفق له، وما كان من أمر من أمور غير ذلك فليعلم أن هذا الذي حصل يحتاج إلى توبة صادقة والإكثار من الاستغفار والإكثار من ذكر الله جل وعلا. فليتعاهد المسلم نفسه وليحرص على هذه الأيام أن يجعلها فرصة كريمة تغتنم لتكفير الذنوب، تغتنم أيضا لتسهيل المسار، تغتنم أيضا ليفوز المرء من ربه جل وعلا بأمور كثيرة. فأسأل الله أن يحقق
لنا ذلك جميعا، وأن يعز دينه ويعلي كلمته وينصر أولياءه ويحقد ويحبط كيد أعداءه. كما أسأله جل وعلا أن يرفع أي فتنة عن البلاد الإسلامية في كل مكان، وأن يحل محلها الأمن والإيمان والرجوع بصدق إلى الله والحرص التام على تطبيق السنة النبوية. كما أسأله جل وعلا أن يعاجل أهل اليمن بالفرج، بأن ينصر جل وعلا الحق على الباطل، وأن يوقع بأتباع الصفويين ممن يسمون الحوثيين ومن ينتهج نهجهم أن يرينا فيهم عجائب قدرته، وأن ينصر الحق عليهم، وأن ينصر أيضا من ينصر أهل اليمن في مثل هذه الظروف. كما أسأله جل وعلا أن يوفق ولي أمرنا في هذه البلاد للخير والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في أوقاته وأعماله، وأن يجعل يوفقهم هو ومن يقومون معه في هذه في عمل هذه الدولة، أن يوفقهم جميعا لما يحب ويرضى، وأن يصلح أحوالهم وأحوالنا، وأن يجعلنا وإياهم ممن يخافون الله في السر والعلن، ومن يحرصون على التماس مرضات رب العالمين. كما أسأله جل وعلا أن يعاجل البلاد التي فيها فوضويات ومشاكل، أن يعاجلها برفع ما فيها من محن ومحن، كالعراق مثلا وفي بقية الأخرى كمصر أو غيرها، أن يزيل عنها كل ما فيها من وعثاء ولغط وسوء، وأن يحل محلها التعاون على البر والتقوى. إنه سبحانه مجيب الدعاء وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.